الأردن السفير أمجد العضيلة، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني النهاردة احنا بنقول أنه الأردن هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، بنتكلم طبعا أهمية وجود الأردن في هذا المعرض هذا العام. يعني بداية أهلا وسهلا بكم، نحن سعداء أن نكون ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب. حقيقة هذا يجسد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. الأردن اليوم بفعالياته العديدة ضيف شرف، حظينا أمس بافتتاح المعرض بمعية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، والذي زار الجناح الأردني في المعرض وأبدى يعني إعجابه بالمستوى الذي وصل إليه هذا الجناح. الأردن يشارك بالعديد من دور النشر، وهناك العديد من الفعاليات. تقريبا العدد أو الكتب التي العناوين الكتب التي تعرض في هذا المعرض نحو 10,000 عنوان لكتاب، وهناك 27 فعالية ينظمها سواء أمانة عمان الكبرى أو وزارة الثقافة أو الديوان الملك الهاشمي. وهذه الفعاليات ضمن ندوات فكرية وشعرية وأيضا حفلات فنية. شهدنا باكورتا يوم أمس، كان هناك في متحف الجمهورية حفل فني أحيته الفنانة زين عوض والموسيقار طارق الجندي، وحظيت بإعجاب الجمهور الأردني والدبلوماسي في القاهرة. المشاركة الأردنية مشاركة واسعة تجسد الفعل الثقافي الأردني، وتجسد العلاقات التي وصلت إليها، العلاقات بين الأردن ومصر، مقدرين وشاركين لفخامة الرئيس لرعايته ولدولة رئيس الوزراء ولوزارة الثقافة. يوم أمس كانت طبعا معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، كانوا أيضا فاعلين ونشيطين في هذا المعرض منذ الصباح وحتى حضور الفعالية الفنية. وهذا يؤكد على هذه العلاقة وعلى اهتمام الأردن أن يكون حاضرا وفاعلا في هذا المعرض الدولي الذي يحظى باهتمام دولي، باهتمام عالمي. وما هذا الجمهور الكبير وعشرات الآلاف من المشاركين ورواد المعرض يوميا إلا تقديرا لهذا المعرض وتقديرا للثقافة المصرية التي هي عنوان حضارتنا العربية بشكل عام. جزيلا سعادة السفير، حقيقة نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا لك. شكرا.
حضرتك معالي السفير كنت عايز تشرح لنا حاجة عن متحف الأردن صح؟ هي يعني حقيقة أنا من أهم المشاركة الأردنية أيضا هو تمثال عين غزال، وهو من أقدم التماثيل العالمية، عمره أكثر من 7500 عام. أنا يعني بهذه المناسبة أترك المجال للدكتور يشعل العمري للحديث عن هذا التمثال لأهميته ولمعرفة الجمهور المصري بالتمثال، التمثال عين غزال، وبتاريخ وعراقة الأردن، وأيضا المجالات السياحية، خاصة ونحن نتطلع إلى زيادة عدد السياح المصريين للأردن، لأنه هناك نظمنا اتفاقية تعاون سياحي بين الأردن ومصر، وهذه الاتفاقية أيضا تتيح للسائح الذي يزور مصر من أماكن بعيدة أن يزور في نفس الوقت الأماكن الأثرية والدينية والتاريخية في المملكة. الدكتور يمكن هو سيشرح عن هذا التمثال بشكل أفضل مني. تفضل يا فندم. شكرا لمعالي السفير، واحنا مبسوطين جدا انه احنا اليوم ضيوف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الصحيح اللي مساهمة متحف الأردن في المعرض هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لتمثال عين غزال. عين غزال هي جزء من العاصمة عمان، عمرهم حوالي 10,000 سنة، يعني 7500 قبل الميلاد، حوالي 10,000 سنة. هذول أقدم تماثيل تمثل حجم الإنسان عثر عليهم في العالم كله، وأهميتهم أيضا تكمن في أنهم مصنوعين من مادة الجبس، وعلشان يكون في عندنا جبس لازم نحرق الحجر الكلسي أو اللايمستون على درجة حرارة حوالي 900 درجة مئوية. هذه درجة الحرارة لم تكن متاحة لأي من الحضارات اللي كانت موجودة في هذاك الوقت في العالم كله، ولذلك تتميز هذه التماثيل وتأخذ أهميتها العظيمة. كان كميات الجبس التي تنتج في موقع عين غزال كميات كبيرة جدا، كانت تستخدم ليس فقط في إنتاج التماثيل ولكن أيضا تستخدم في تجصيص جدران المباني، كانت تستخدم أيضا في رصف الشوارع التي كانت تمتد بين بيوت موقع عين غزال الأثري. وأيضا من الأشياء المميزة في موقع عين غزال الأثري أن المنقبين في موقع عين غزال اكتشفوا أن الموقع قد زاد حجمه فجأة، تضاعف حجمه، وأن الناس كانوا يسكنون في بيوت من طابق واحد أصبحوا يسكنون في بيوت من طابقين، يعني زادوا عدد الغرف المتاحة. والتفسير الأقرب للمنطق في هذا كله أنه أهل عين غزال اللي هو العاصمة عمان قبل 10,000 سنة تقريبا استقبلوا أول موجة لجوء إنساني في العالم كله، استقبلوهم برحابة صدر، استقبلوهم بالترحاب الكبير، وسكنوا بينهم، لم يحدث أي تصادم بينهم، لم يحدث أي مشاكل، ولذلك تضاعف حجم المدينة. وهذا ما يحدث من 10,000 سنة إلى اليوم، عمان ما زالت تفتح ذراعيها لكل محتاج للأمن والأمان. أيضا ما يميز تماثيل عين غزال بأنه السيطرة على النار والوصول إلى 900 درجة مئوية بعد حوالي 4,000 سنة من ذلك الوقت، يبدأ أهل الأردن أيضا بصهر خامات النحاس، يعني يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة لصهر خامات النحاس وهي حوالي 1200 درجة مئوية. وأول حدا بالعالم كله صهر خامات النحاس وأنتج مادة النحاس أو معدن النحاس هم أهل الأردن، وما زال طبعا معدن النحاس حتى اليوم يساهم مساهمة كبيرة في التطور. معلوماتنا عن العلاقات المصرية الأردنية يعني من خلال مخاطبات تل العمرنة. طبعا العلاقات الأردنية المصرية علاقات كانت مميزة منذ فجر التاريخ، يعني مصر هي بوابة أفريقيا والأردن بوابة آسيا، وكان لابد أن يكون في علاقات حسن جيرة، علاقات تعامل. وما يدل على هذه العلاقات الطيبة هو ما عثر عليه في موقع تل العمارنة في مصر من مخاطبات أرسلها حاكم طبقة فحل في حوالي 1550 قبل الميلاد. حاكم طبقة فحل يعرف عن نفسه بهو عبيره وعانه حاكم فحليوم، الموقع الآن اسمه طبقة فحل، يرسل رسائل عبارة عن رقم طينية لمصر، ويرفق معها أيضا بعض الهدايا اللي هي عبارة عن أخشاب وحيوانات برية، ويعرض أيضا التعاون مع بعض حتى التغلب على الأعداء المشتركين للطرفين.
وأيضا من أهم الدلائل على حسن الجوار والتعاون والعلاقات الطيبة ما عثر عليه أيضا في مدينة الإسكندرية، مما يعتقد بأنه هو يعني سفارة لمملكة الأنباط بسفير في مملكة في مدينة الإسكندرية، مهمته تسهيل عبور القوافل الخارجة من مصر أو القادمة إلها وعبورها من مملكة الأنباط، تزويدهم بكتب رسمية مرفقة تسهل عملية الانتقال والوصول لهدفهم النهائي. أستاذ دكتور ميسرة عبد الله، وهو أستاذ الآثار المصرية القديمة، أهلا بحضرتك يا دكتور، وأيضا المشرف داخل المتحف القومي للحضارة على الجانب الأثري، مش كده؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. دكتور ميسرة، يمكن النهارده احنا بنلتقي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة ال 54، بنتكلم على جسور التعاون ما بين مصر والدول المختلفة من خلال التاريخ والآثار، ولحضرتك محاضرة اليوم عن أحمد باشا كمال، يهمنا إن احنا نعرف التفاصيل. الحقيقة معرض القاهرة الدولي للكتاب هو يعتبر تظاهرة ثقافية، هذه التظاهرة الثقافية مصر بتحتفل بها كل عام، واحنا والحمد لله وصلنا للدورة ال 54، وهذه الدورة في هذا العام بتتميز بان في مشاركة من عدد كبير من الدول سواء العربية او الاجنبية، وايضا مشاركة المملكة الاردنية الشقيقة اللي هي بتعرض جانب من النتاج الثقافي عندها، بالاضافة الى اليونان واسبانيا وفرنسا وعدد من الدول الكثيرة. هنا في هذه التظاهرة الثقافية بيلعب الدور الآثار دور كبير جدا، لأن هذا الدور بيؤكد على حقيقة واحدة، أن التاريخ في منطقة الشرق الأوسط هو عبارة عن تاريخ مشترك، ولذلك هناك علاقات ثقافية وعلاقات تاريخية تربط ما بين مصر وبين هذه الدول، ومن هنا احنا بنجد فرصة كبيرة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب ان احنا نطلع على مطبوعات وعلى ابحاث الباحثين والدارسين في هذه الدول علشان تكون متاحة في المكتبة المصرية. نعرف كواليس كده عن محاضرة حضرتك عن أحمد باشا كمال، طبعا بنتكلم على توثيق للآثار وبداية تاريخ الآثار في مصر. أحمد باشا كمال هو يعتبر رائد علم الآثار المصرية من المصريين. هذا الرجل للأسف لم يأخذ حقه الكافي من المعرفة التاريخية في القرن ما قبل الماضي، لأنه كانت الآثار في ذلك الوقت دراستها والعمل فيها قاصر على الأجانب. ولهذا أحمد باشا كمال هو ولد سنة 1850 وتوفي سنة 1923، واستطاع خلال الفترة اللي هو قضاها أو عاشها في مصر اللي هو يكون أول أثري مصري بمعنى الكلمة، لأنه هو التحق بالعمل في المتحف المصري بالتحرير تحت رئاسة ماريت باشا حوالي سنة 1873، وبالتالي أصبح هو أول أثري مصري. وإن كان النتيجة لسيطرة مؤسسة أو هيئة أو مصلحة الآثار في ذلك الوقت على مجال الآثار، ده حرم أحمد باشا كمال أنه هو يحظى بالقدر والتقدير الكافي، والذي لم يعطى له سوى بعد وفاته مع قيام ثورة 1952. أحمد باشا كمال هو رائد للدراسات اللغوية للغة المصرية القديمة، خاصة في معجبه الرائد معجب اللغة المصرية القديمة اللي عمله من 22 جزء وسجل فيه أكثر من 12 ألف كلمة مصرية قديمة باللغة العربية، يعني الكلمة باللغة المصرية القديمة ومعناها باللغة العربية، وده يعتبر أول باحث في تاريخ مصر القديمة يقدمه للمصريين بعد أن كان قاصر على الأجانب. خليني كده أنتقل إلى موكب المومياوات وترجمة النصوص الخاصة بهذا الموكب، وكان طبعا إبهار للعالم كله. موكب المومياوات هو نقول لحضرتك بطل يعني ترجمة يعني هذه النصوص. هو أنا كنت يعني واحد من فريق كبير جدا ساهم في إخراج هذه التظاهرة الثقافية. لما اكتشفت المومياوات الملكية في الدير البحري سنة 1882 ونقلت إلى القاهرة، هي لم تلاقي التقدير والاحترام الكامل لها
لما كانت معروضة في متحف بولاق، ثم لما نقلت بعد ذلك للمتحف المصري. لذلك كان فكر القيادة السياسية وفكر وزارة السياحة والآثار في ذلك الوقت أن نقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة لابد أن يحظى بحالة من الاحترام والتقدير التي تليق بهؤلاء الملوك، وعلشان كده كان لابد أن تخرج الاحتفالية بروح مصرية خالصة. ومن هنا احنا اخترنا اللي يكون لهذه الاحتفالية أغاني من مصر القديمة، ولذلك أنا شرفت بالإشراف على هذه الأغاني بألحان الملحن المبدع هشام نزيه وبقيادة المايسترو المبدع نادر عباسي، وتم اختيار عدد من الأغاني الخاصة بالإلهة إيزيس اللي كانت مكتوبة على معبد دير شلويت في مدينة الأقصر، وتم مراجعة وتقديد تدقيق هذه المفردات في هذه الأغاني وتدريب الكورال عليها، ثم أدائها بأسلوب أوبرالي عالمي، وده اللي أحسسنا كلنا بحالة الإبهار اللي إحنا عشنا فيها والتي يستحقها هؤلاء الملوك. ناخد يعني كلمة في النهاية، دايما نقول إنه جسر التواصل ما بين الدول هو يعني مجال الآثار الحقيقة من خلال تواجد الآثار المصرية في دول العالم يعني بشكل جميل الحقيقة. الحقيقة إن الآثار والتاريخ هما العلاقة الأبدية التي تظل تربط ما بين الدول والشعوب وبعضها البعض. التاريخ يتغير، القيادات والحكومات تتغير، الأزمنة تتغير، ولكن يبقى الأصل الواحد، الأصل المشترك، التاريخ، اللغة، العقيدة، الآثار التي تربط ما بين هؤلاء الناس والتي تؤكد على وحدة الجنس ووحدة الشعب والارتباط الذي لا ينتهي. شكرا دكتور، شكرا.